طيارة بتختفي سنة 48 وبيلاقوا حطامها بعد 50 سنة، وطيارة تانية بتختفي وعليها 88 راكب وبترجع سليمة بس عليها 88 هيكل عظمي، وسفينة بيلاقوها في عرض المحيط سليمة وكاملة من مجاميعه بس ولا عليها ركاب ولا عليها الطاقم بتاعها. أغرب وأرعب مكان على الكرة الأرضية هحكي لك قصته، وهقول لك الحوادث اللي ظهرت فيه، وهقول لك كمان التفسير العلمي للي بيحصل، وهقول لك الناس اللي نجت حكت إيه اللي موجود هناك، وإيه الرسائل اللي الناس بيبعتوها قبل ما بيموتوا. حكايتنا النهاردة عن مثلث برمودا. أنا مراد محمود، أهلا بيكم. بس قبل ما نبدأ في أي حاجة، يا ريت دلوقتي حالا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، علشان الكلام اللي جاي كبير وخطير، واللي بيخاف او اقل من 18 سنه يا ريت ما يكملش معانا. الموقع غرب المحيط الاطلنطي من ولايه فلوريدا شرق امريكا وجزيره بورتوريكو وفوق جزيره برمودا. المساحه تقريبا اكتر من 1,000,000 كيلومتر مربع، يعني اكبر من مصر، مساحة مش صغيرة خالص. أول حادثة اتسجلت هناك يوم 15 ديسمبر سنة 1945 في رحلة تدريبية جوية لسرب طيارات مكون من 5 طيارات أمريكية. الطيارات ديت بعد ما خرجت من مطار فلوريدا وبعد ساعتين بالظبط من طيرانها، بعت قائدها تشارلز تايلر رسائل لوحدة التحكم في الأرض بيقول فيها إن هما بيقادوا المكان مجهول، والبوصلة اتعطلت وفي حالة من الضباب حواليهم. بيبعت تشارلز تايلر القائد بتاع السرب دوت رسائل لوحدة التحكم في الأرض بيقول فيها إن البوصلة اتعطلت والرؤية معدومة وإن هما بيتقادوا المكان غير معلوم. وبيقولوا كمان إن كل حاجة قدامهم بقت غريبة، حتى المحيط غريب، شايفين المية لونها أبيض. وبدأوا يبعتوا رسائل مشوشة لحد ما اختفوا. على طول بتطلع طيارات انقاذ، طيارة منهم هي كمان بتختفي وما بتظهرش الطيارات دي الستة لحد دلوقتي. السفينة USS دي سفينة شحن امريكية ضخمة جدا، كان عليها 309 راكب و500 طن بضائع. السفينة دي بتختفي من غير ولا نداء استغاثة. يوم 28 ديسمبر سنة 1948 بتختفي طيارة أقلعت من بورتوريكو وكانت رايحة لميامي. آخر تقرير جه منها كان على بعد 50 ميل من جنوب ميامي، يعني إن الطيارة دي انحرفت عن مسارها وبعد كده اختفت. وسنة 1947 طيارة بتختفي وبيظهر حطامها جنب جبال الإنديز سنة 1998 بعد 50 سنة. مثلث برمودا اتسجل فيه أكتر من 70 حالة اختفاء غامضة. دي كانت بعض قصص الحوادث اللي حصلت هناك. نيجي بقى نشوف الناس اللي نجت من هناك حكت ايه. الطيار بروز جيرنين في رحلته سنة 1970 قال انه عدى على بالطيارة جوه دوامة كبيرة من الضباب، خلى معدات الطيارة كلها اختلفت، ولما خرج من الدوامة لقى نفسه في اتجاه ميامي رغم انه كان متجه ناحية بيمني، وده اللي بيبرره نظرية الزمكان اللي هنتكلم عليها بعد شوية. الطيارة سانتياغو 513 اقلعت من المانيا سنة 1954 وكان عليها 88 راكب. بعد 45 سنة بتهبط الطيارة في مطار البرازيل، ولكن ال 88 راكب كانوا قاعدين في اماكنهم بس هياكل عظمية. فسر ده العلماء ان الطيارة دخلت في ما يسمى بالتشوه الزمني. سفينة الشحن ميري سيليست
سنة 1872 انطلقت من نيويورك لشنوا بإيطاليا. بعد شهر من إبحارها سفينة كندية لقيتها في شمال الأطلنطي. السفينة دي كانت سليمة وعليها كل مشتملاتها وكل البضائع اللي عليها، لكن معلهاش ولا راكب ولا عليها حد من الطاقم بتاعها. وفي كتاب الرعب الأزرق للمؤلف أيمن عبد التواب، إيفن تشارتر ده طيار في السلاح التشيكي، كان سنه 32 سنة، في رحلته عدى فوق المكان هناك حس إن المية بتشد الطيارة بتاعته وأجهزة الطيارة كلها تعطلت، وأول ما لقى نفسه على مسافة 2 متر بس من المحيط الطيارة اشتغلت تاني وخرج من المنطقة، بس هو قال إنه شاف كائنات غريبة جدا. ولما رجع صحابه قالوا له إنه غاب عن شاشات التحكم لمدة 15 ساعة كاملة. وقصة الأمريكي توماس براون بقى دي أغرب من الخيال. الراجل ده كان شغال في شركة صناعة سفن. يوم 29 أكتوبر سنة 2009 كان في رحلة تنزه، غاب واختفى لمدة 7 سنوات. خفر السواحل لقوه سنة 2016، لكن كان فائد لوزنه والأسنانه وباين عليه الضعف والمرض. حكى إن أثناء رحلته فجأة لقى القارب بتاعه المحرك واللاسلكي اتعطلوا عن التشغيل، وتاه والمية وصلته لجزيرة عاش فيها مدة قال عنها ان هي سنة، لكن في الحقيقة هي 7 سنوات. هل ده ليه علاقة بالتشوه الزمني برضو؟ وكان عايش في الفترة دي على المية اللي بيستخرجها من النباتات واكل الاعشاب والاسماك. وقال انه شاف هناك طحالب حمراء، ومن المعروف ان الطحالب الحمراء ما بتنموش في المنطقة دي. لكن في يوم قرر ان هو ما يستسلمش، وقام بصنع مجاديف واشرعة وركبها على القارب بتاعه علشان لو مات يبقى بيموت وهو بيحاول، لحد ما عثر عليه خفر السواحل بالصدفة. طب ايه بقى التفسير اللي بيحصل ده؟ في علماء قالوا ان في هناك سحب سداسية الاضلاع بتعمل رياح سرعتها كبيرة قوي، من سرعتها بيسموها قنابل هوائية. الرياح ديت بتخلي الموج يعلى لارتفاع ممكن يصل ل 13 متر، بيغرق سفن وكمان بيسقط طيارات. وفي صور من وكالة ناسا الأمريكية بتصور فيها السحب دي على بعد 240 كيلومتر من ساحل ولاية فلوريدا، زي الفيديو للأمواج اللي هتشوفوه دلوقتي حالا. كل الحوادث بيحصل فيها تشويش في البوصلة قبل ما بتحصل، وده اللي خلى العلماء يقول ان في مجال مغناطيسي قوي جدا هناك بيعمل تشويش على البوصلة. وده اللي قاله ابن طاهر المقدسي في كتابه البدء والتاريخ، اللي قال ان هناك في جبل مغناطيس بيجذب مسامير السفن فيغرقها. جامعة القطب الشمالي في النرويج اجرت دراسة محترمة جدا بتقول فيها ان هناك في حفر عميقة في قاع المحيط، وكمان في كميات كبيرة من غاز الميثان، ده اللي بيقلل كثافة المية وبيخليها ما تقدرش تشيل السفن فتغرق، وكمان لانه غاز فبيطلع للجو، ومن صفاته ان هو سريع الاشتعال، فمع اصطدامه بمحركات الطيارات بيخليها تنفجر، وده اللي بيخلي السفن تغرق وكمان الطيارات تسقط. كمان نظرية الزمكان، والنظرية دي اصحابها بيقولوا ايه؟ ان هناك في ثقب بيخلي اللي يعدي منه يتغير من مكان لمكان، او ممكن ينتقل كمان من زمان لزمان. دي كانت بعض التفسيرات العلمية. في تفسيرات تانية ملهاش اساس من العلم، زي اللي بيقول ان في كائنات فضائية، وفي اللي بيقول ان هناك في بيت الشيطان، وفي اللي بيقول ان هناك مربوط المسيح الدجال. قصص وروايات كتير، محدش عارف ايه الصح وايه الغلط. احب انا اسمع رايكم وتقولوا لي في التعليقات انتم مع ايه، وشايفين اسباب ايه اللي بيحصل ده كله ايه. وما تنسوش قبل ما نختم الحلقه افكركم نشترك في القناه ونفعل زر الجرس، وياريت الفيديو دوت عايز اشوف عليه لايكات كتير، وعايز كمان نعمل له شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد من المشتركين. شكرا جدا وطولت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.